FM. الكلمة ليك سينور الدين. فما سؤالين في سؤال مزدوج. أولا سيد رئيس الجمهورية السابق المرزوقي تحدث بالأمس من منزل الشهيد وقال يلزم وزير الداخلية يستقيل. هل تعتقد أنه هذه الأوكسيدنتال هذه قائمة نجم تقوم في تونس؟ حاجة ثانية، المجلس الأعلى للقضاء كيف يرى نور الدين البحيري المحامي وكذلك الوزير السابق في القضاء بعلاقة بالشهيد محمد الزواري؟ لا خل نكمل أمان. كيف ترى المجلس الأعلى للقضاء يحل مشكلة الشغور ومشكلة أنه يبدأ في إطار التجاذبات اللي صارت في إطار محمد الزواري؟ لا ما عندوش علاقة يا سينور الدين. خليني نقول لك سينور الدين دبش الغالي يا ولدي. ليه قلت لك نستغل وجودك كوزير عدل؟ بالنسبة لأنه أنت عندك بيع في المسألة. ما كنت وزير عدل ومشيت أروح هذه طول حياتي وزير عدل وزير عادل سابق. بعض القضاة يقولوا نور الدين البحيري مازال مسيطر. أنت ما تقولش. أنا ما نقولش. المعطيات اللي عندك خلاف ذلك. لا ما نقولش. واضح. أنا عندي ثقة في تقييمك. ما نقولش. لا خليهم يقولوا أرواح. ماشي علاش نقول. اسمع خلي يقولوا إيش يهم. الكلمة ليك.